أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ماذا أقول وما يفضي به قلمي لأن مدحك فوق الوصف والكلم، لكنها لغة العشاق أرسلها إلى الحبيب الذي نجى من الظلم، وللمحب لغات بل وألسنة قاموسها يتخطى عالم النسم. قاموسها النور فيه الروح هائمة بمن تحب وقلب فاض بالنغم، والحب أعلى المقامات وأكملها، حب الإله لأجل الله ذي النعم، وحب طه إمام الرسل قاطبة في الله حقا وينبوع لكل ظمي، ويعرف الحب للمختار ذائقه، وذائق الحب غير القول بالكلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، من رحاب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جوار سبط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، وصلى وسلم على جده المصطفى، يتواصل اللقاء حيث الأسبوع الثقافي الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سدد الله خطاه وأعانه على نشر الدعوة بالوسطية كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. أيها الأحبة الأكارم، ما أجمل اللقاء مع سيدنا رسول الله، وما أحلى اللقاء حول سيدنا رسول الله. لقاؤنا يحمل عنوان الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحاضر في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين بن علي. يبدأ لقاؤنا بتلاوة من القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، ويختتم بابتهال للمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. يحضر معنا هذا اللقاء من علماء وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد قاعود، مدير إدارة وسط.
أيها الأحبة الأكارم، امتن الله تبارك وتعالى على الثقلين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل له حقوقاً واجبة على كل من اتبعه، منها تعظيمه وتوقيره والعمل بسنته، ومنها الصلاة والسلام عليه، ومنها محبة آل بيته الأطهار، ومنها محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة خالصة. إن المحب لمن يحب مطيع. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، فهيا بنا نحب ما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه التلاوة المباركة من بيبرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم واتقوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن الله سميع عليم يا صوت النبي
ثم الشفاعة في القرابة عندما فرت خلائق من لظى النيران، ومنازل الرحمن تهتف للذي قطع النهار بآية وبيان. هذا كلام الله جل جلاله، أبشر بقول الله في القرآن. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، ونحن هنا في رحاب مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وعن أبيه، وصلى وسلم على جده سيدنا المصطفى
صلى الله عليه وسلم، حيث الأسبوع الثقافي الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، يحضر معنا هذا اللقاء فضيلة الدكتور هشام أبو العز من أوقاف دولة الكويت الشقيقة. بارك الله في أشقائنا وأدامنا كلمة واحدة وصفاً واحداً مرصوصاً، اللهم آمين. أيها الأحبة الأكارم، الأدب مع رسول الله حمل ثقيل وأمانة جسيمة وحق أصيل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان الأدب مع الحبيب يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، شرح الله صدره ونفعنا بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله لا يحد فيعرب عنه ناطق بفمه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في البداية نتقدم بالشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الموسم الثقافي وعلى إتاحة الفرصة للقاء بالإخوة والأحباب وتصحيح بعض المفاهيم في هذه الفترة الهامة التي تمر بها الأمة، فشكر الله لسيادته هذه المجهودات. أما عن حديثنا عن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثير من الناس يقع في الخطأ في حق سيدنا رسول الله وفي الأدب معه بحجة أنه التزم بالنص أو التزم بالقول أو المأسور أو الوارد، ولا يعرف أنه قد يرتكب خطأ يحبط عمله. ولذلك نبه إلى هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن أذكر حكم الإمام الشافعي وأنه أوجب السيادة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد في الصلاة، فهي واجبة عند الإمام الشافعي، أذكركم ببعض آيات من كتاب الله لا تريد يعني لا تحتاج إلى شرحا ولا تفصيلا. انظر إلى قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كلام صريح لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى شرح ولا إلى بيان. انظر إلى قول الله تعالى: والله ورسوله أحق أن ترضوه. كان السياق أن ترضوهما، ولكن الله جعل رضا الرسول في رضا الله ورضا الله في رضا رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل رضاهما رضا واحد. انظر إلى قول الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. كلام لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل ولا إلى شرح، ولكن يبين المكان والمنزلة
التي يجب أن نتعامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. ولذلك عبر آيات القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى في النداء إلى سيدنا رسول الله لم يناديه باسمه، ولكن يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وإنما ذكر الاسم في الإخبار فقط. عندما يخبر عنه كان يذكر الاسم، وعندما يذكر الاسم لابد من ذكره منولا، والتنوين كما يقول علماؤنا هو عوض عن التعظيم، محمد رسول الله عوض عن التعظيم. نعود إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه. يقول الإمام الشافعي: إن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على الامتثال، فإن كان قال لك قل في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان في الصلاة قال قل اللهم صل على محمد وآل محمد، فهذا هو الامتثال. لكن الأدب في حق سيدنا رسول الله يقدم على الامتثال. واستشهد بواقعة، كان هناك خلاف بين بعض القبائل، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليحل هذا الخلاف، وقال: إذا تأخرت فليؤذن بلال وليؤم الناس أبا بكر. وفعلا تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن بلال، وأما المسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وجاء الرسول أثناء الصلاة وسيدنا أبو بكر إماما، فأفسح له المسلمون، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن وقف خلف سيدنا أبو بكر، وكان سيدنا أبو بكر منشغلا في صلاته فلم يلتفت، فعندما لم يلتفت صفق الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يلتفت، فأكثروا من التصفيق، فعندما أكثروا من التصفيق التفت فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقف خلفه، فرجع سيدنا أبو بكر فالرسول قال له اثبت، أشار له بيده اثبت، فلم يمتثل سيدنا أبو بكر ولكنه رجع وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إماما. بعد أن انتهت الصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما لكم أكثرتم التصفيق؟ إنما جعل التصفيق للنساء والتكبير للرجال. إذا نبك شيء في الصلاة فكبر، الرجال عليهم أن يكبروا والنساء يصفقوا. وأنت يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ أنا أمرتك أنك أنت تقف إمام، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبلها منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا يستشهد الإمام الشافعي بهذه الواقعة ويقول: إن الأدب يقدم على الامتثال في حق سيدنا رسول الله، فلا بد في الأذان أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، ولا بد في الإقامة أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وفي الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هذا هو مذهب الإمام الشافعي، ويوجب السيادة لسيدنا رسول الله في الأذان وفي التشهد. ثم نأتي إلى واقعة أخرى. هذه الواقعة يرويها الإمام الشيخ عبد الحليم محمود في كتابه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ذهب أحد السلاطين إلى زيارة قبر أبو يزيد البسطامي، فقال: هل يوجد أحد رأى أبا يزيد؟ فقالوا: هذا الرجل الكهل العجوز. فسأله: ماذا سمعت من أبي يزيد؟ تسمعت منه حاجة؟ قال: سمعته يقول: من رآني حرم على النار. فتعجب السلطان وقال: كيف يقول ذلك وهناك أناس رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مخلدون في النار كأبي جهل وأبي لهب، كيف يقول ذلك؟ فالإمام عبد الحليم محمود يشرحها بفكرة فلسفية، يقول: هؤلاء لم يروا رسول الله
ولكن كانوا ينظرون إليه على أنه يتيم أبي طالب. لو رأوا رسول الله صاحب الرسالة والنبوة لحرموا على النار، ولكنهم نظروا إليه نظرة دونية على أنه يتيم أبي طالب. وفي هذا يقول الشيخ عبد الحليم حمد: فكل من ينظر إلى سيدنا رسول الله نظرة أقل من مقامه وأقل من قدره ويقلل من شأنه فإنما هو متبع لأبي جهل وأبي لهب. فعلينا أن نحذر في التعامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننزله المكانة اللائقة به صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما ورد الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يقول العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ليس من باب الافتخار، ولكنه من باب أنه أمر أن يعلم أمته منزلته حتى يتعاملون به بهذه المنزلة حتى لا يأسموا ولا يقعوا في الإثم. فكل من يتعامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منزلة أقل من ذلك فيأسم ويعرض نفسه أن تحبط عمله وأنتم لا تشعرون. الآية كانت صريحة وفضيلة، تشوف قرأ هذه الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. نعود إلى بعض المقولات التي قد يستند إليها بعض العامة أو العوام من الناس. يقولون في حديث يذكر يقول الرسول: لا تسيدوني، وبعضهم يقول: لا تسيدوني في الصلاة. نقول لهم: هذه مقولة خاطئة وليست بحديث، لأن الحديث من علامات الوضع مخالفة قواعد اللغة العربية، وساد أصلها يسود، فلو كان قال لا تسودوني، ولكن هذا الحديث ليس بحديث ولكنها مقولة مكذوبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى حديث صحيح آخر، وهي: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هذا حديث صحيح، ولكن الإطراء لو نظرت إلى عجز الحديث إلى الكلمة كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، النصارى جعلوا عيسى بن مريم إله، منهم من جعله ابن الإله ومنهم من جعله إله، فالمنهي عنه المدح الذي يوصل إلى مرتبة الألوهية، لكن المدح الذي لا يوصل إلى مرتبة الألوهية فهذا هو الذي مطلوب في حق سيدنا رسول. لكن المنهي عنه إنك توصل سيدنا رسول الله إلى مرتبة الألوهية كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فلذلك الإمام يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فعلينا أن نقدر سيدنا رسول الله وأن ننزله المنزلة اللائقة به، وأن نجعله هو عبد الله ورسوله، فهو أشرف الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق. لذلك نأخذها من آية قرآنية قد يستدل بها البعض ويحاول أن يقلل من شأن سيدنا رسول الله، وهي: قل إنما أنا بشر مثلكم. فمن يخف على هذه البشرية فهو متبع لأبي جهل وأبي لهب، ولكن لو أكمل: يوحى إلي، يوحى إلي، يبقى لابد أن تكمل يوحى إلي. وحتى الجماعة اللي قالوا في المثلية هنا قالوا إن المثلية هنا مثلية جمع، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيقولش إن أنا منكم، لا، أنا مثلكم جميعا، يعني أنا بشر مثل البشر جميعا، يعني معناها إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة وجميع البشر في كفة، من أنبياء ورسل وأولياء، يبقى جميع البشر في كفة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة. أختم حتى يعني إشارة، لأن الوقت انتهى حتى نستمع إلى الدكتور مصطفى، أختم بأبيات لوالدي الشيخ محمود أبو هاشم رضي الله عنه عندما قال: عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف
جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباكر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. رسول الله حبك في دمي نهر على أرض الصبابة جاري. يا من تركت لنا المحجة نبعها نبع اليقين وليلها كنهاري. سحب من الإيمان تنعش أرضنا بالغيث حين تخلف الأمطار. لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار. استمعنا واستمتعنا أيها الأحبة الأكارم بهذه الكلمة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونحن في رحاب مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث الأسبوع الثقافي الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، الآن إلى كلمة فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ورضي الله عن سيدي الإمام أبي عبد الله سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن جميع آل البيت الطيبين الطاهرين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فالشكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايته لهذه اللقاءات الدينية التي تبث الوعي والفكر المستنير هنا وفي كل مكان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم في أمانه وضمانه إلى يوم الدين. ثم أراني يعني طويلب علم يجلس بجوار أستاذه وشيخه، فأنا الحقيقة أجلس بجوار أستاذنا ومولانا دكتور محمد أبو هاشم والله على حياة، فيعني أعذرني يا مولانا أن أتحدث في وجودكم، الله يكرمكم. أما عن الحديث عن الأدب مع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد قسم العلماء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الأدب القلبي، المرحلة الثانية الأدب الفعلي، المرحلة الثالثة الأدب القولي. فاللهم صل على معلم الناس الخير. أما عن الأدب القلبي فيتمثل في محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. إلى أي مدى نحب رسول الله؟ إلى أي مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ ما هو مدى عشقك لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين،
وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شافع لك يوم القيامة. المرء مع من أحب، فإذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فأنت مع حضرته في أعالي فراديس الجنان. لذلك صدق من قال: سيدي يا رسول الله، لقد عصفت بي الذنوب وأغوتني ملاهيها، لقد عصفت بي الذنوب وأغوتني ملاهيها، وكم تحملت أوزارا ينوء بها عقلي وجسمي وصادتني ضواريها، لكن حبك يجري في جسمي وفي دمي، وأنا من غير حبك موجة ضاعت شواطيها. سيدي يا رسول الله، يشفع لي أني اشتريتك بالدنيا وما فيها. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أولى الآداب مع حضرته صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني مع حضرته، أو النوع الثاني، هو الأدب القولي، كما تحدث مولانا فضيلة الدكتور محمد أبو هاشم، أنك تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيادة وبالريادة. إذا لم يكن رسول الله سيد فمن؟ إذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة فمن؟ وهو الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لذلك قال الله في القرآن: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالأدب القولي مهم، أن تتأدب قولا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث، أو النوع الثالث من أنواع الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأدب الفعلي. حبك لابد أن يترجم إلى فعل. أنا بحب النبي، طب وبعدين؟ هل أخلاقك كأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت كرسول الله في المعاملات؟ هل أنت كمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله وأصدقائه وجيرانه وأحبابه، حتى مع أعدائه صلى الله عليه وسلم؟ الأدب الفعلي، كان سيدنا مولانا الإمام أنس بن مالك إمام دار الهجرة، كان إذا أراد أن يحدث حديثاً عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يذهب ويتوضأ ويحسن الوضوء ويلبس أحسن الثياب ويضع أفضل العطر ويتجمل في أحلى وأبهى حلة، فيقولون له: يا إمام، لماذا كل هذا؟ فيقول لهم: أتدرون عمن سأتحدث؟ سأتحدث عن رسول الله. كان سيدنا سعيد بن المسيب وهو في مرضه، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى العالمين، وهو في مرضه كان الحضور والزوار إذا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أجلسوني فإني أستحي أن يتحدث عن رسول الله وأنا مضطجع. هذا هو كمال الأدب الفعلي مع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد ضرب الصحابة الكرام أروع الأمثلة في حبهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأدب مع حضرته. سيدنا خبيب بن عدي لما أسلم غضب عليه المشركون وقرروا قتله وصلبوه على جذع نخلة، وقبل أن يقتل خيروه، أرادوا أن يمتحنوا محبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل حب سيدنا النبي مش كلام، حب سيدنا النبي فعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو مصلوب على جذع النخلة قالوا له: يا خبيب،
أتحب أن تكون آمنا في أهلك وبيتك ومحمد بن عبد الله مكانك؟ إيه رأيك؟ فقال: لا والله، لا أحب أن أكون آمنا في أهلي وبيتي ويشاك رسول الله بشوكة. كمال الحب. ثم لما علم أنه سيقتل لا محالة، رفع وجهه إلى السماء وقال: يا رب، يا رب، ليس في القوم أحد يبلغ سلامي لرسول الله، فاللهم أبلغ نبيك مني السلام. ثم قتل. سيدنا النبي جالس مع الصحابة وإذا برسول الله فجأة يطأطئ رأسه ويقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فتعجب الصحابة: يا رسول الله، رددت السلام ولم يدخل علينا أحد. فقال: لقد جاءني جبريل وأخبرني بأن خبيب بن عدي قد استشهد الهان وهو يقرئني السلام، فرددت عليه السلام. هكذا كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم قولا ونطقا وفعلا. كان حضرته عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد مع الصحابة وقال لبعض الحضور: اجلس. فسمعه صحابي يمر في الشارع، سمع رسول الله وهو يقول: اجلس. فجلس، لم يعلم أن رسول الله يخاطب من؟ أحد في المسجد. طال الوقت، اشتدت حرارة الشمس على الرجل، وبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه خرج فوجده جالس في حرارة الشمس. قال: ما عساك تجلس في حرارة الشمس؟ قال: يا رسول الله، سمعتك تقول اجلس فجلست. كمال الانضباط والالتزام والتقدير والتوقير لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك استحقوا أن يكونون مع حضرته صلى الله عليه وسلم في أعالي جنات الخلد. سيدنا ثوبان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم متغير اللون، يقول له: يا ثوبان، ما لي أراك متغير اللون؟ قال: يا رسول الله، والله ما بي من وجع ولا مرض ولا هم، غير أني أكون في البيت فأشتاق إلى رؤيتك، فلا تهدأ نفسي حتى آتي وأنظر إلى وجهك الشريف. فتذكرت الجنة يوم أن ترفع أنت إلى درجات النبيين والصديقين، فأين أنا سأكون ساعتها؟ فأنزل الله تعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا كمال الأدب مع حضرته، اللهم آمين. غنى فؤادي وذابت أحرفي خجلا، ممن تألق في تبجيله كلمي، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. استمعنا واستمتعنا أيها الأحبة الأكارم بهذه الكلمة الكريمة المباركة المنمقة من فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين، حيث الأسبوع الثقافي الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، ما أجمل أن نحب رسول الله، وما أحلى أن نتغزل في جمال سيدنا رسول الله، وما أروع أن نبقى مع مديح سيدنا رسول الله. الآن مع المبتهل الشيخ
عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سيدي يا سيدي يا من بنورك غردت يا كل الطيور وطابت الألحان. بدر تألق بدر تألق في البراء حياك ربي حياك ربي حياك ربي يا رسولا للورى كلنا بنحب سيدنا النبي نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها المبعوث فينا ومبشرا
للصالحين بأي أرض كانوا. أهداك ربي، أهداك ربي للأنام عطية. يا أغشت ضياء بصائر الكفار فتجهموا لهداية المختار. لم يدركوا الحق الذي أنواره سطعت، لم يدركوا الحق الذي أنواره سطعت. تبدد ظلمة الأوزار، هم حاولوا إطفاءها أنى لهم، والله رب الحق والأنوار. فتجمعوا يبغون قتل حبيبنا، فتجمعوا يبغون قتل محمد في داره. أنعم بها من داري، لكن عدل الله يأبى للورى غدر الضلال بصفوة الأبرار. يبدو على جمع التربص آية تلقي سريع النوم في الأبصار، فيمر بين جموعهم لم يشعر، فيمر بين جموعهم لم يشعروا. كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام، قد أتانا بالرسالة المظلل بالغمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي خير الآلام، سيدي خير الآلام، سيدي خير الآلام، سيدي سيدي خير الآلام، وله أعلى مقام. ربنا صلى عليه والملائكة الكرام، ربنا صلى عليه والملائكة الكرام، ربنا صلى عليه
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.